السلام عليكم. الحقيقة حضرات هناك بعض الأحداث بتحصل النهاردة في سيناء، واجب ان حضرتك تعرف ايه اللي بيحصل، لان الحقيقة كان في اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي. كان الاجتماع بالامس، الاجتماع حضر فيه وزير الدفاع، وزير الداخلية، وعندك مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، بالاضافة لمحافظ شمال سيناء. الكلام كتير على سيناء هذه الايام، وانا النهاردة جاي اقول لك ايه اللي بيحصل، لانه الحقيقة هناك معلومات مختلفة، وهناك بعض الحديث عن بعض المشاكل في شرق سيناء. خلينا اقول لك ان الدولة المصرية بالنسبة لشبه جزيرة سيناء وتحديدا محافظة شمال سيناء عملت انجاز غير مسبوق، لما النهاردة مدينة العريش اللي كانت مصنفة من اخطر مدن مصر تكون مصيف بيستقبل عدد غير محدود من المصطفين، لدرجة انه بعض الفنادق أصبحت حجزها بنسبة 100%. النهاردة مدينة العريش غير مدينة العريش 2017 و 2016 وحتى 2020. اللي بيحصل في سيناء النهاردة أمر واجب الانتباه إليه. لكن في مشكلة صغيرة في شرق سيناء، البعض النهاردة بيستخدم هذه المشكلة عشان يحاول يضخم الأمر في الوقت اللي فيه الدولة بتعمل اجتماعات، خاصة فيما يتعلق أيضا بتسليم وتملك بعض الفلاحين والمزارعين لأراضي زراعية فضلت معهم عشرات السنوات بدون أن يكون مالك لهذه الأراضي. قبل ما أقول لك موضوع الأراضي، خلينا أقول لك إيه اللي بيحصل في شرق سيناء. هناك مطالبات من قبل بعض السكان ضمن قبائل الترابين والسواركة ورميلات. القبائل دي بعضها بيسكن مدينة رفح، وأيضا القرى التابعة لمدينة رفح. الناس دي عندها مطالب بشأن العودة للمدن أو للمدينة والقرى اللي هي منها. المطالبات كانت وصلت لدرجة الاعتصامات، الناس عايزة ترجع بيوتها وعايزة ترجع مساكنها، وضعين حد أقصى ليوم 20 الشهر القادم، 20 أكتوبر أعتقد، بحيث أنه لو ما رجعش الناس دي لما نزلها، الناس دي هتعمل اعتصام مرة تانية. احنا على استعداد نفضل اعتصام ونأجل ونصبر لحديت 20/10 كراما لشيخنا، اسمع، كراما للجمهورية، وكراما ان ما حد ياخذ من ياخذ هذه الاعتصامات وتتحول لسياسية ولا تتحول لتحريض ولا حاجة. انا بقول، والشيخ عبد المجيد شاهد، شيخ السوارك كلهم قدامكم كلكم، وانا من الرملات قدامكم، عهد علي وعهد على الشيخ عبد المجيد ان السوارك والرملات والترابين يوم 20/10 ان متحققت لينا ان ما رجعونا لبيوتنا، احنا يا اما نعتصم يا اما ندخل بيوتنا. تم تشكيل لجان مكونه من حوالي 10 افراد من الناس دي عشان تتحدث مع المسؤولين المعنيين بالأمر في محافظة شمال سيناء، بحيث أنه يتم الوصول لحل في أقرب وقت. وخد بالك، سكان الشيخ زويد تقريبا رجعوا من العام الماضي وقبل الماضي، يعني بنتكلم على سكان رفح لسه ما رجعوش. لكن مشكلة رفح مختلفة عن مشكلة الشيخ زويد. خد بالك، العميد خالد عكاشة بيكشف عن معلومات خطيرة جدا بشأن أنه مدينة رفح كانت هي مصدر الانتقال ومصدر اقتحام السجون في 2011 في 28 يناير. هي اللي بدأت منها الشرارة الأولى، واللي خرجت منها سيارات الدفع الرباعي، واللي عبرت مدينة الشيخ زويد واحتلتها في حوالي 2.5 ساعة، وانطلقت لتحاول احتلال مدينة العريش لكن فشلت، ثم انطلقت من الظهير الصحراوي وعبرت قناة السويس، وبمخطط كبير وقتها نجحت في اقتحام سجن وادي النطرون وبعض السجون الأخرى اللي كان فيها بعض العناصر الخطرة، سواء من الإخوان أو من جماعات جهادية في سيناء أو حتى من حزب الله. فمدينة رفح بتمثل هاجس عند الدولة، تسكين السكان في مناطق مجاورة لرفح. هناك مشكلة أخرى، وهي أنه بعض المناطق الحدودية المصرية أصبحت الآن مناطق عازلة، يعني عندك 3 كيلو من شريط الحدود منطقة محدش هيسكن فيها. دي بعض مشاكل مدينة رفح. سكان الشيخ زويد رجعوا، لكن سكان رفح لخصوصية المنطقة فهناك صعوبة إلى حد ما حتى الآن في عودة هؤلاء السكان، وده موضوع التفاوض الحالي ما بين السكان وشيوخ هذه المنطقة مع الأجهزة المسؤولة. الناس عايزة ترجع بيوتها وليهم ألف حق، والحكومة والدولة
لازالت تبحث الأمر بخصوص هذه المدينة الحرجة، خاصة مع إنشاء مدينة رفح الجديدة اللي البعض النهاردة يعني بيجد إن هناك ميل للسكن الخاص به في قريته أو في المكان اللي اتولد فيه. دي المشكلة باختصار، لكن الموضوع بيتحول النهاردة لاستخدام ودعاية سوداء من بعض المعادين لمصر، فبيسلط الضوء على هذه الاعتصامات وبيسلط الضوء على الوضع في هذه المنطقة تحديدا، فبيخرج الوطنيين من أبناء مدينة رفح ومن أبناء المنطقة ليطالبوا بتأجيل الاعتصام لحين تحقيق المطالب. يعني لو لم تتحقق المطالب فهناك عودة للاعتصام، محاولات للحل. الموضوع بيستغل إعلاميا بشكل كبير جدا، زي موضوع أيضا ميناء العريش واللي تحدثنا فيه ونقلنا فيه كل وجهات النظر. لما تسمع الحوار وتعرف ان هناك سكان لم يعودوا لمنازلهم بتشعر ان هناك ظلم وقع على هؤلاء السكان، ولكن لما تبص للنظرة كلها هتجد ان هناك هاجس من هذه المنطقة تحديدا. 2000 نفق تم اكتشافها في فترة ما بعد 2011 لغاية يمكن 2019 وانت بتحاول انك تتخلص من هذه الانفاق، وبالتالي الموضوع له ابعاد امنية وابعاد ايضا اجتماعية بيعيشها سكان هذه المنطقة. ده باختصار مشكلة شرق سيناء او مشكلة مركز ومدينة رفح. وزي ما قلت لك رفح كانت مركز صعب جدا، لكن الحمد لله بجهود الجيش والدولة وايضا بجهود المخلصين من ابناء هذه القبائل نفسها نجحت الدولة في القضاء على هذه العناصر، لكن يبقى هاجس الانفاق. وحط الف خط تحت هذه الكلمة. المهم ان انا بتكلم هنا على ما حدث خلال الايام او الساعات الماضية، مش ايام ولا حاجة. وزير الزراعة سيد القصير قام بتقنين اوضاع الفلاحين في سيناء، ولما بقول لك سيناء مش بقول محافظة شمال سيناء فقط او محافظة جنوب سيناء فقط او حتى هناك محافظات اخرى للعلم، يعني عندك محافظة اسماعيلية ليها ظهير في شمال سيناء، محافظة بورسعيد ليها ظهير ايضا، محافظة السويس ليها ايضا ظهير. اللي حصل ان الناس كانت بتمتلك اراضي زراعية، لكن الناس لم تكن تمتلك هذه الاراضي بعقود رسمية موثقة مؤمنة، وبالتالي ما كانش له الحق في حاجات كتير. هو كان بيزرع الارض، لكن على سبيل المثال لا يجوز له او التعامل مع الجمعيات الزراعية او البنك الزراعي المصري للحصول على كارت الفلاح، يعني الراجل ما يقدرش يحصل على الاسمدة المدعمة من الدولة، وبالتالي زميله المزارع اللي في الارض اللي بيمتلكها هيشتري الشكارة مثلا ب 200 جنيه او 250 جنيه، ده هيشتريها بحوالي 1000 جنيه. رقم 2، ما كانش يحق له انه يتعامل مع البنوك الزراعية تماما، مع البنك الزراعي تحديدا، يعني الفلاح ده ما يقدرش مثلا يحصل على القرض الزراعي، والنهاردة القرض الزراعي في مصر هو اخف او اقل انواع القروض على الاطلاق. القرض بتكلم في 5% فايدة وحوالي 2% او 3% ممكن مصاريف ادارية، لكن جميع القروض بتحصل بها على مصاريف ادارية. المهم بتكلم في 5%، ده نوع من القروض الشخص اللي كان بيزرع هذه الارض لا يحق له انه يحصل على هذا القرض ولا على الأسمدة ولا تعامل مع الجمعيات الزراعية، فكان الموضوع بيمثل صعوبة جدا لهذا المزارع. الكلام ده تحديدا في المناطق الزراعية في شرق قناة السويس، زي مناطق مثل قرية الأبطال وبعض قرى قريبة من مدينة إسماعيلية الجديدة وأيضا بعض القرى في شرق مدينة الأنطرة. حصل أنه تم تسليم، الرقم أمامي، عقود تم طباعتها 1260 عقد ل 1260 مزارع، تم تسليم منهم 300 عقد مرحلة أولى، بالإضافة لأنه تم تسليم سابقا 1037 عقد. كل دول ما كانوش بيمتلكوا هذه الأراضي، النهاردة بمجرد امتلاكك للعقد فأنت صاحب أرض مسجلة رسميا، تقدر تتعامل بكل السبل والأشكال مع المؤسسات الزراعية في الدولة وتأخذ حقوقك كلها. عايز أقولك كمان أنه بالفعل بتقترب زراعات سيناء من 500,000 فدان النهاردة عن طريق معالجة المية القادمة من محطة بحر البقر، 5.6 مليون متر في اليوم الواحد، بتتجه كلها من صحرات أسفل قناة السويس للعبور نحو الأراضي الزراعية اللي موجودة في شرق القناة عشان تروي الأراضي الزراعية في شمال ووسط سيناء. محطة المحسمة أيضا هي محطة معالجة داخلة في حوالي 1 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، ودي أحد أهم المحطات اللي بتعتمد عليها سيناء النهاردة في عمليات الزراعة. ما بقولكش ان سيناء وردية، ولكن سيناء النهاردة مختلفة تماما عن سيناء من 10 سنين. سيناء النهاردة هي عملية تنمية، ولو تلاحظ التنمية هي سلاح الدولة
للقضاء على أي عنف موجود في سيناء. إنشاء 17 مجمع زراعي بيخص شمال سيناء، منهم مثلا 11 مجمع زراعي، يعني محاولة استقرار البدو والسكان في سيناء بدل ما الناس دي تعيش حياتها في تنقل. لا، هي تستقر ومن حقها الاستقرار بعد سنين من المعاناة. زمن العبور يا حضرات، انت متخيل لما تعدي للجانب الاخر في ربع ساعة غير لما تعدي للجانب الاخر في 3 و4 و5 ساعات. اي مستثمر يقدر يقرب من شبه جزيرة سيناء. كلام كتير حول سيناء هذه الايام، لكن خليك عارف انها كمكان وكموقع استراتيجي دايما هتكون مستهدفة. ان ما كانش استهداف عسكري فهتكون مستهدفة استهداف فكري او حتى استهداف اعلامي زي اللي بيحصل النهاردة. سيناء وضعت على الخريطة، سيناء النهاردة وضعت في قلب مصر، وسيناء اللي كانت معزولة حرفيا عن اعمال التنمية في مصر، وسيناء اللي كان ما فيهاش قوات للجيش والشرطة وكانت مقيدة باتفاقات امنية تسببت في فوضى لا حصر لها في سنين قليلة ماضية من 2011 لغاية 2017 لغاية ما بدأت العملية سيناء 2018 وحدت شوية من العنف اللي كان موجود هناك. سيناء تحولت 180 درجة، واللي مش مصدق كلامي يشوف مدينة العريش النهاردة ويشوف رأي السكان في وضع 5 سنين فاتوا ووضع سيناء النهاردة. فلا يمكن بأي شكل ان احنا نقلل من اللي حصل اطلاقا في سيناء، لانه حضرات هناك شهداء دفعوا الثمن كبير جدا عشان تشوف سيناء بهذا الوضع. سيناء مستقرة، سيناء في حضن الوطن، سيناء معزولة وبعيدة عن الإرهاب. وإحقاقا للحق، لم يكن ليحدث ذلك دون تصميم وعزيمة وإرادة من القيادة السياسية، لأن أنت حضرتك بتتكلم على محارب قبل ما يكون قائد للدولة، الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا لا أتحدث تملق أو نفاق لهذا الرجل، لكن أنا بتحدث عن رجل معلومات بالأساس، هو السبب في اللي بيحصل في سيناء النهاردة من استقرار وتنمية. ولولا العزيمة والإصرار منه ومن الجيش المصري ومن الشرطة المصرية في القضاء على العناصر اللي كانت موجودة هناك لما حدث ذلك. وخد بالك هناك تجارب مشابهة ومماثلة لسه لغاية النهاردة بتحاول دحر العناصر والتنظيمات اللي موجودة على أرضها، ولكن لم تنجح. انت نجحت بفضل الله وبفضل الجيش المصري، وانا بكلمك على مدير مخابرات عامة او مدير مخابرات حربية. هو طبعا لم يكن مدير مخابرات عامة، وقبلها نائب مدير مخابرات حربية، وقبلها رئيس منطقة شمالية في اسكندرية، وبعدها وزير للدفاع المصري. فرجل ايده في المطبخ وشايف ومتولي الامر في سيناء من 2011، ومن قبل 2011 في 2009 لما كان نائب لمدير المخابرات، ولكن بعد 2011 تولى الامر امنيا بعد اكال الامر من المشير طنطاوي للجيش المصري او للمخابرات بادارة الامر الامني في سيناء بسبب ما حدث من فوضى في 2011. وللمعلومة عايز اقول لك ميناء شرق بورسعيد ده موجود فين؟ موجود ايضا في شمال سيناء، يعني موجود ضمن اطار شبه جزيرة سيناء. النهاردة لما ميناء شرق بورسعيد يحقق المركز العاشر عالميا ويسبق ميناء هونج كونج، وده موجود على ارض سيناء، هل لو كان العنف لازال موجود هناك كان هيستطيع ميناء شرق بورسعيد انه يحقق الرقم ده؟ ويقدر مستثمر او تقدر ماسك كبرى شركات الشحن والملاح العالمية تستثمر في ميناء شرق بورسعيد؟ اعتقد لا. لكن النهاردة التنمية لا تأتي الا بالاستقرار، والاقتصاد القوي والمتقدم لا يأتي الا بالاستقرار الامني والاستقرار ايضا السياسي. فخلينا نؤكد ان هناك دولة مستقرة مهما كان هناك حديث عن تضخم او حديث عن اي شيء بيخص سيناء. لكن الوضع النهاردة مختلف 180 درجة عن الوضع السابق، ولينا في كل المجاورين خير عبرة وخير عظة لعملية التنمية اللي حصلت في سيناء. الدول لسه لازالت بتدفع الثمن، لكن انت النهاردة بتنمي وتعمر في سيناء وتوسع ايضا ميناء العريش عشان يوضع ضمن تصنيفات المواني العالمية والدولية، وبتربط العريش بطابة. ده كان ممكن ما يحصلش، بل مستحيل يحصل لو كنت لازلت في فوضى 2011 وما بعدها. ربنا يحفظ مصر، واشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.